المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم مع حلقة جديدة من برنامج حديث الذكريات. والبرنامج عارفين أنت هو يعني لقاءات مع أهل الكويت، سوالف عتيجة، يعني تذكر الأولين باللي مضى وتنبه التالين باللي جرى. يعني مراجل أهل الكويت، سوالفهم، قصصهم، اللي جرى عليهم، يعني من حلو ومر. الحاصل حلقة اليوم نستضيف فيها العم سالم بن تويم بن جمعان الدواي. عم بو جمعان، نعم، بخير. مرحبا مساء، كيف صحتك؟ الله يمتع بأيامك. الله يحفظك. شلونكم وياك؟ خير والله الحمد. الحمد لله، شكر لله، الحمد لله. أنت في مبدأ كلامك قلت مراجل أهل الكويت. نعم. إيه. مراجل المراجل وأنا أبوك يهب بالقوة ولا بالشطارة. نعم. الرزق من عند الولي بيت السهيل، مو بالقوة ولا بالشطارة. صحيح. من يأخذ الدنيا بتشذب ودهاويل لابد من عقب صعود انحدارة. هذه يقولها الويحان الله يرحمه. إيه. فطال عمرك المراجل في بنادم اللي الله وفقه. نعم. بالصدق بين جماعته. والعقل وحسن السلوب والأخلاق، سمعت وقل الفتنة وقل الأمور القشرة، هذه وأنا أبوك المراجل هي طبيعة المسلم الصحيح. نعم. أما طول الله عمرك أتعابها للكويت إشبع متعاب، لكن نحمد الله خلف الله عليهم. صحيح. وأهل الكويت من أولهم وهم من هالحين. ايه. ترى وأنا أبوك النعمة تحمى أهل الكويت أولهم يوم الدنيا فقراء الناس، والرجاجيل احد في الصياده، واحد في السفر، واحد في الغوص، واحد في الصخر، واحد في الزروع، واحد في الحلال، واحد في العرفج، واحد في الماء، واحد في البتسه والسكايه. اللي جاء الضعيف الفقير ويطق الباب، وجيته هم العيال. نعم. ولا هو فقير يطلب اكل، وهي ما عندها شيء، رجلها غايب ولا من فلوس اكل عين بيزاتك ريب. ردت للي في الكاشونه أو في الطاسة أو في المطبق، وخدته من بغى تمرة من بغى خبز من بغى حلوة، وعطتهن عند الباب وخلت عيالها. الله. شف من سخاهم الحريم ورجيه الغايبين. نعم. شف النعمة نحمد الله تحمى. صحيح. شف تحس منها بالقوة ولا بالشطارة؟ لا. نعم. فهذه نحمد الله أخلاق الكويت قبل. نعم. الكويت قبل شعبها عم تعب يا أبوك. نعم. شبع أنا عانست الغوص. أي نعم. ولي عانس الحضور ولي عانس السفر أشوى منه شوي. أكل إمراهيم ترهيل لو كان غربة التجار يروحون يجيبون الأرزاق للكويت من الغربة. نعم. والعرب التالين عايش، لكن هذا الكويت يعيشون في بلادهم ما يتغربون أبدا، اللي غير اللي سافر ما يتغرب. نعم. كل التالين يعيشون. نعم. يربط وزارة في بطنه ويقول أنا غني ولا تدنع نفسه أبدا. نعم. الكويتي الصحيح. نعم. سمعت؟ ولا الرجال منه ضعفوا وطلب حاجة مو بشيء، ما هو بعيب هذا. نعم. وحتى إذا سافر الواحد يوصي جارة على هله، هذه ما يحتاج وصاية. ايه؟ هذا شوف خويتك في الطرقة. نعم. اللي انت معك تصير واحدة من عاراتك. نعم. تصير العبارة اختك من امك وابوك. صحيح. سمعت؟ وجارتك قصيرتك. نعم. سمعت؟ والفقير اللي الله هداك تحن عليه لو ما هو قصير لك. نعم. لجل رب العالمين سبحانه يرزقك ويوفقك. صحيح. زين؟ ومثل ما قال مصابي اعطمه بل الله غادي الراعيه ظله ضايع كثره وقل الله ضاع والله ضيع. نعم. سمعت عمو جمعان؟ نعم. الحين بسألك طال عمرك عن السكن اول. نعم طال. وين سكنت اول؟ انا مواليد السالمية. ايه. الدمنة. نعم. سمعت؟ وسكننا السالمية والفنطاس والشعيبة. ايه. واخر شيء سكننا جعيدان. ايه. مزرعة الامير الحين هذه مزارعنا. نعم. سمعت؟ نعم. وتجول والداخل اجي عند خالتي وعند بني خيد ودهام وعند جماعتي وعند الداخل يعني. لا عند مسجد هلال. ايه. زين. وعلى الداخل عند براحة برشدان. نعم. تخينة. ايه. في الداخل. نعم. والقطنة عند مسجد هلال. ايه. وفريد الصوابر. نعم. انزلات قبل الكويت اهل الكويت كلهم. ايه. زين. نعم. وكل اغلبهم اهل الداخل. نعم. يشتغلون في الماء وفي الحضور. ايه. اكثرهم وفي الغوص وفي الصياده وفي الصخر. زين. ايه. مادام جبت طاري شغل الحين
شنو اشتغلت اول؟ شنو شغلك اول؟ اول ما اشتغلت طول الله عمرك في الغوص. الزراعه والغوص. الزراعه والغوص. الزراعه والغوص. دشيت مع عبد اللطيف الرزاق الله يرحمه. نعم. في شوعي. وعندما انا ما تدشيت الغوص هاك الحين. ايه هذا بعهد الشيخ احمد الجابر. بعهد الشيخ احمد الجابر. الشيخ احمد الجابر. الشيخ احمد الجابر. الحاكم العاشر. اي نعم. دشينا الغوص طول عمرك ويوم جينا عدال نجفه. الحين اسامي الكويت الاولى ما عاد تعرفها الحين. معلوم. قامت تجي اسامي نجدد. ايه. ما عاد يعرف الاسم الاول. ايه. الحين نجفه ما تدري عنها. اقول لك عدامه عطوه ما تدري عنها. اقول لك البدع عشوة تعرف البدع. سمعت؟ هذه نجفه هي وهذه عدامه عطوه هذه هي وهذه البدع هذه وهذه مشاش خليفه هذه القصور تحت درب القصور. ف يوم جينا عدال نجفه نعم عدالنا الحين قال ناخذ للزلبر. قال لك ليه؟ قال يا اخوي انا ما انا برد تبي مني 15 ربويه شفن في الدكه سعد بن هران في سبيل بن دعيج ما تطلبني شيء. ايه قال يا اخوي انت رايح معنا على ابو انك غيص عينك. نعم. قال المهم قال حول يا ابراهيم الحليل ابراهيم عزال معنا الله ايه. يرحمه ايه. ومعنا عثمان بن حسين انا الله يرحمه موت المسلمين. نعم. حول جاب الحقن غيص اسمه قريبه سليم عين الله يرحمه. نعم. دشينا الغوص قمنا نذبح ذبيحتنا ذبيحتنا طريم مو بكبير اصقع الراسه واحنا نذبحها في فنه صدر. ايه. الحين انا ما اعرف شيء غيص اللي جابني للغوص راح حاشو خلاني ولكن الحين اخذت السلف وجيت ناير من الغوص ما يعدونك رجال. اي معلوم. قال لي ابن حلال الله يبيح حي انت انه ميت طايح. قال لي تب ترد معي انا بدفع سلفك انا سلفي 9 ربويات. ايه. يعني دينار الا ربع 14. ايه. وهو 15 ربويه دينار ونص 14. اي بس عاد ايش اقول عادة. اقول لك. نعم. قلت والله انا مستحيل ارد مهلي وانا رايح. ايه. رحنا نذبح الذبيحه الغيص هذا ما اعرفه. سأنا أقول له يا محمد ما تخلينا نصير سيبن عليك محمد. نعم. أقول له إحنا إيه؟ نذبح عطلي إحنا إيه؟ ما يدري عنه. نعم. لكن يا محمد ترى من عمري ما دشيت الغوص. قال هو اللهم إنك سيبي وأنا غيصك. لقيته صار مطوعا في مسجد مزيل بالشوخ الله يذكره بالخير. إيه؟ سبيعي. إيه؟ إيه اللهم إنك سيبي وأنا غيصك. إيه؟ لكن أنا تراني بعد من عمري ما غصت بلدة أغيص مع هلا مع هلا قطيف حجاري. إيه؟ مع أبو عينين حجاري. لما اخذنا مده لين انا سيب زين وهو غيص زين الحقونا غيص ونجي مزفلين عندنا واحد بعد قام يتركرك شوي قال ناخذ انا يقولون العوازم اهل الكويت والعوازم غاصه طيبين احنا على خرور ابو ظلام 8:30 وانا سيب اشرب ماء واكل تمر هذا كبر بطني. اي صحيح. اي صان يقولون صدقان الحين واحد النار فنجفه واحد ما يسك البحر. ايه والله تغوص لانك تشرد بر هذا من هالبريد المسجد هلا ما يدل البر ولا عارف البر يبيها لك فضو تاكل الذيابه. ايه انا قمت قلطت الحجره. ايه حمو يوم قال العوازم. ايه وهد وتفتر اخيرا اني غصت وصرت غيص. ايه لكن ماني بغيص. ايه لكن هم سديت عن مكان هذا. ايه يوم جاء من الدائريه ودششني ابوي مع العميري مع بن شويرد. نعم. ويصير ناخذ انا الولد ولد صغير والسيوب كلهم اهل المرقاب عيال كبره. ايه. ودرابيلهم وحلواهم ورهشهم جميع ناخذ والسيوب وحنا هي الغاصه التليم ما لنا سكه هذا البايعه اهل المرقاب. نعم. ايه. يا ولك بلول من قال السيوب له يصير انا علي سيبن اسمه جسو. ايه. لقيته في البلديه كاتب قلت والله فيك من رد السوابه مو بكبير. ايه. وانظر عليه نبرتين وثلاث ما ياخذني الله يذكره بالخير. ولي جيته قلت تكفى يا جسو انا اخوك مت. قال والله انا يا ابو مجبل هذا حدي ما جاء مجبل ولا جاء لي عيال انا عمري 19. اي اي عمرك كم؟ 19. هاك الحين يوم الله راد سبحانه الغوص يقسم رمضان يقسم الغوص قسمي. أي. اخر الغوص. ونجي نجدد في الغوص ويفكني الله من يحطون علي سيبن غيره قال له محمد بن عواد. نعم. من هل الجبله توه جاء من السفر. نعم. والله يوم انظر اني يلها تقضب في طوق الدجين. ايه. ويحطون هذاك على غيص معنا ويذبحه. مير انقطع الجدا. اخ. انقطع الجدا، فك الجدا. ايه. ولما شيخ احمد خلف وشيخ حماده وعطيه. نعم. قال ينقص صيده ما عليه حق يقول. ايه. حطوه عليه هذاك علي قلت انا لولا الله ابرك ثم لولا بن عواد. سيبي الثاني اسمه بن عواد من اهل الجبله. ايه. ايه. غديت مثل عبيد حدر الغبيبي هذاك اسمه عبيد الهيب اذبحه.
اللي رضعت بنبرتي للولد زاد ما كل سيب يا بن سمران سيب. صحيح. سمعت؟ ويوم جاء من الدائرية ودش مع بن عيد، دشش نقول مع بن عيد، أشطن أهل الكويت كلهم وانضافهم من انضافهم حساب ابن حلال، لكن كليف. إيه. جاء البوت وناخذ أنا سعيد الله يرحمه. نعم. وأخذ منها 400 ربوية سلف. ودش معه وعلي أخوي وأصير غيص طيب. وعقب نبطل من الغوص بالمرة. تلطشني دجاجة احنا في غروب وبظلام. إيه. ما تسفي. أنا ولد وشاب وصار الغيص زين وبالمروة. نعم. وصار مكتي للمحار زين. إيه. قال إنه أخذ ها هبشت اليوم من المحار شيء. قلت يا رجال نحتم داخلنا الجهدة والتوفيق على الله. إيه. تلكشني هاك الدجاجة. الدجاجة. إيه. سمتها. إيه. تنشر في يدك تحسب انها محارة. إيه. ولا ضربتك شقت يدك عامت زباتك الكبر من الموت. الله. يقول أبوي طالبته نوبة أثري صواب الدجاجة حار. إيه؟ عبطت من حر ضربتها. نعم. عيت يدي تنحر تلمس المحار. إيه؟ احسب حصل قوع شيفتها. يقول ابوي الله يبيع من اي من هاي. فدشينا مع ابن عيد وعقب بطلت من الغوص بالمره. نعم. وعقب بدت الاشغال هذه. إيه؟ كانت الشركه. إيه؟ الحاصل عم ابو جمعان. نعم. الحين خلصنا من الغوص. نعم. اني لل الحضور. الحضور. ايوه. ولا زراعه تبي تبدا؟ اللي ودك. الزراعه زرعنا. بديت بالحضور قبل الزراعه ولا زراعه؟ لا لا انا ما اشتغلت الحضور بس اعرف اهلهن واعرف شغل. خوش. اهل الحضور طال عمرك ينصبون الجزيرات. اي. وينصبون بوبيان. وينصبون لحد الفار. اي. وينصبون لحد دير ونا جزر حد الايران. اي. ينصبون اهل الكويت. نعم. لكن ما عندهم مواشي اللي تجيب سمتهم. إيه. ولا صادم الصيد ما يقدرون. إيه. يودونها الكويت يشرحونه. إيه. وتجيهم هالابلام جايه من البصره. يشرحونه وملحونه. ملحونه. نعم. وتجيهم هالابلام جايه من البصره. إيه. تجيب قلامه. إيه. سمعت الى الحضور وهذول. إيه. وتجيب سعف. إيه. وتجيب تمر وتجيب ماء. إيه. ابلام. بلى. إيه. ولي جم وجمرة على الحضره وسام منها السمت خذ ما السمت اللي يبون الزي. إيه. بعضهم مو بكلهم بعضهم. نعم. ليش هو الحالة انحاشة مخلوه. ايه. انحاشة مخلوه. ما يعطونها فلوس. تالي اهل الكويت كم ياخذون تفزان من سلاح. ايه. نعم. سلاح تعرف هاك الحين. ايه. كبسون وفرنج. ايه. والمصبع هذه يسمونها. ايه. ايه منها السلاح الاول. ايه. يحطوا لهم قبر هناك ويدفنونه. هذا من بعهده. بعهد مبارك الشيخ مبارك. ايه. الشيخ مبارك. ايه. 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 نعم. و هالناوه جاك هذاك البلم يمتل بشراعه. ايه. ولا المايه تسيل. ايه. سيل سجي. قال يا جماعه يا البلم يا الربع حضرتي في وجهكم طقهم فدامان شوي. ايه. عن حضرتي يا الربع. ايه. قالوا له انت شيل حضرتك عن المجرى. قال انا حضره ما ينصبها الا 30 رجال والمايه طفوح ما حد يشيلها انا. صحيح. يا الربع تقطعوا رزقي. قال اقول لك ويضربونها مع المنسب لهم خلينها بريتي. واخذ البندق وضربهم يا قارط ندقل لما نحملهم طبعا ويجوهم الخشب يغفهم ويروحون. ايه. ويوم جاء هو معود عند ربعه هم راحوا من الشيخ مبارك وشكم عليه. قال به واحد انقطع الطرق. ايه. لقيناه في وربة وفي الجزيرات. ايه. احنا نجيب رزق للكويت وهذا. نعم. طبعنا وسوابنا. صحيح. قال يجي يجي وسنع لكم هم أربعة. هذا قالوا له جماعته أبوك رحلة يذبح كباس المبارك ولا شيء رحلنا. نعم. راح. إيه. مركب له مع العنجم قاع. إيه. يوم جاء العصر هكا الحين الشيخ يجلس العصر يجلس الصبح ويجلس في الليل الكويت حبيبة قليلين هذا خفيفين. نعم. إيه. ويوم جاء قال هو اللي جاي يمشي هذا. إيه. قال تعال يا ولد أنت قطع الطرق. إيه. قال لي بالله أنا هو. قال أنت اللي طبعت محمل هذول. قال الله الله. إيه. بس يشدني وش مسوينهم. إيه. قال الحين تقطع الطرق قال انا اللي طبعت محمالهم لكن هم يشدهم وش مسوي؟ صحيح. يشدهم وش مسوي؟ نعم. هك الحين عرب حتى لو قومانيه لك ما يسلب. ايه. تسلب عيب. نعم. قال قلت لهم هاللون طقهم قدام انا حضرتي شوي شيتي. نعم. ويا شيتن وجنبوا عن حضرتي قال ما تشيل حضرتك وجنبها عن المجرى ما حرج اشيل حضرة. ايه. الماء يطفوح سجل. صحيح. وفرم حضرتي وطبعت محمالهم. ايه. قال الشيخ مبارك تف على هالوجه ليه ترمي الخشبه؟
كان ذبحت هذول وثمانهم في البشتخت. الله. عقبها ما عاد احد يجيها الحضور. ايه. مول. ايه. ما عاد احد يجي الحضور عقب هالكلمة مول. نعم. سمعت؟ نعم. ويوم جاء عاد احنا وحدود العراق لا والله مير الشرعيات موجودات. ايه. في وربة وفي ذي تدير هي اهل الكويت. ايه. هذا الحضور ولا ترى انا ما اشتغلت في الحضور. نعم. ما اشتغلت فيه. نعم. لكن كل الساحل البحر كله معروف. ايه. نعم. كل حضور لاهل الكويت. اي صحيح. كله لينق غلط من كاظمه. ايه. الحين ما تعرفون الاسامي الاوله. بلى كاظمه. معروفه كاظمه. ايه. من كاظمه. ايه. ها؟ للدوحه، للجزيره، للماشيه، ل وانت رايح؟ وانت جاي مع الكويت مع على الدمنه وانت رايح؟ ايه. على القصور لين تجي نقا الله، بنقا الله ما تدرون عنه، اللي يعرف جان دون الزنيع. ايه. ما بقى الاسم البنيدر الحين. ايه. الاسامي الاوله كلها راحت ولا اللي وراء التوانك يعني وراء مين عبد الله. بلى. هذا نقى الله بنقى طعس اللي على البحر. ايه. كل حضور ومعروفه ما معروفه الا هذا. ما جبت لك بيتين على الحضور شيء؟ لا الحضور ما لي علاقه فيه، جبت على الغوص. ايه. الغوص الله يسلمك يوم ان مع عبد اللطيف الرزاق الله يرحمه او والله ما ادري مع بيش ويرد. نعم. على نمصاباه. ايه. اي. وضربني الويثي، الويثي ما تعرفونه دول. دول إيه؟ الدول. نعم. الأخير الصفوف فالد سن واحد من ربعنا يقصرون عليه مع الروس الغاصة وطاقاته مع رأس الصف. ايه. المجداف اللي يجرون فيه. بلى. يوصلون عليه الحين يقولون تنهى الصف صف الزبيدية يبغوا يوصلونه قالت تنهى صف المجداف. ايه. مثله. مثل الزبيدية. نعم. قلت الله من قلب برا حالها العاف. ايه. برع الخشاب اللي بروها القراليف. والدول من حدر المجاديف صفصاف شيب حالي يزبون المواجيف هذه حياة يا ابن سمران تنعاف عز الله اني شفت فيها التكاسيف من عقب مشي مع عرب زين الاوصاف اليوم صار اشفاق تنشوف يا السيف ناخذ شهر ما نشوف السيف ابدا ولا نجي سما وما هني من وايق على كل مشراف شرف وغنى في طوال المشاريف والعصر سير يما ملوح الاوصاف الصاحب اللي علمنا فيه فالصيف اليوم نسكن بين فنه ومجداف الله لا يجزى صفوف المجاديف سم واحد دمه مع الراس ينشاف منهن عساه إلا الهوى والعواصيف تبقى جثاياهن من الغص وخلاف وما في البحر منهن اللي هف مشيف من الغص وخلاف ما يبقى له الطول راح المجداف كله انكسر أي هذه من قولتي فيه أي فالغوص مع أنا مع بيش ويرد هكذا الزمان سالبوت اللي بن مدعج هي بيش ويرد ونأخذ أنا صار راشد الله يرحمه الولد صار وكيل في وزارة العدل مدينة نعم إيه هذا من سؤال فغوص طب الله حمرك عم بو جمعان نعم طبعا تكلمت عن البحر وعن نعم هذا نعم نبي تكلم عن الفن أبشر الفنون المعنى. أبشر رسلمك أقول إيه عندما خطر في بالي نوبة وأنا زاعد بروحي الحالي نعم أحلي عباد الله بالكون سنهم غريز على شلمان لوح يعبره ايه؟ الشلبان اللي من المحمل يكفشر طبع ايه؟ يسمى شلمي تقطع ايه؟ يتعنت لهم فيها الطباعة ايه؟ ويطفح بهم في البحر لين يلوثونهم على جزيرة نعم. أحل عباد الله بالكون كنهم غريق على شلمان لوح يعبره يطم غليظ الموج في هيجة البحر اللي صار في ضربة شمال مغبره بين العزم والياس والخوف والرجاء ورزقه ونفسه عند رب يدبره لابد من سيب حياته تمر به ليال عن لما خبرها تخبره عقب الجهل والطيش والبطش والهوى ودينارها اللي للمعاصي ينبره كما جذع نخل يابس عقب خضرته اجتثت حدر شبه الحود متثبره يرجون رحمة سامك العرش والسماء ما جم على الدين الحنيف متكبره ماشين في منهج رسوله يرجون رحمة سامك العرش والسماء عليه نفس المتقين متجبره ماشين في منهج رسوله وسيرته ما جم على الدين الحنيف متكبره أحل عباد الله بالكون سنهم غريز على شلمان لوح يعبره ملك ما ملك رئيس جمهورية ما رئيس جمهورية شيخ ما شيخ فقير كله واحد أحل عباد الله بالكون سنهم غريز على شلمان لوح يعبره احسنت وانت ابو جمعان
بالنسبة للفنون الثانية السامري نعم 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 يعني شو عجبك منهم؟ كل شيء زين الحين الكويت كلها قبل لكن يبوك اندثرت ولا الشعراء الحين أكثر منهم قبل نعم بس اللحن الكويت يا الأصيل راح الفريسني الكويتي الأصلي مو موجود نعم بعد زي شوي شوي العرضة أشوي شوي ايه؟ العرضة والسامري ايه؟ بقي منهن شرايط أما الأفنون والقلطة ايه؟ القلطة هي بلحن القلطة الكويت ايه؟ مهي بلو ايه؟ سمعت ومسحوب الربابة راحت مهي بهذه ايه؟ ولا فيه جوارير بعد زيني ايه؟ لكن يبوك الحان الكويت غير نعم. مهي مثل الحان الثاني ايه؟ والله يبوك ما مثل الحان الكويت لا في العود ولا في الربابة مسحوب ولا في القلطة ولا في الصفين ولا في الفريسني ولا في السامري ولا في العرض ما مثل الكويت نعم. لكن العرض النجدية زين شابه الكويت لكن هم بقية الفنون التالية هذه والله يبوك تلفيز وثاني مثل هالشعر النثر هذا ترى زين لكن ما له زارع يقف عليها هذي تزارع وذي تزارع وذي تزارع ما هي القصيدة اللي تأسس من الصحابة وجاي ما له زارع يقف عليها هذا يسمونه نثر ما له وزن ولا فيه حكم وفيه فهم وفيه معرفة ولا الحان يبوك مي بلا الحان أجل مطربين الكويت اللي غنوا هذول هذه الحان الكويت أيه. والله كلها تصنع يبوك مي بالحان الكويت الأول الحاصل عم بو جمعان نعم طال عمرك نبي نريحك شوية حين أيه. ها وعندنا استراحة اللي هي استراحة البرنامج فعزيزي المشاهد عندنا حين وقفة رايك العادة يعني مع استراحة برنامج حديث الذكريات وتالي عاد نكمل سوالفنا مع العم أبو جمعان صح مبارك Oh,
أعزائي المشاهدين، عقب هالاستراحة القصيرة هذه نكمل حديثنا اللي هو حديث الذكريات مع العم سالم بن تويم بن جمعان الدواي وسويفاته الحلوة. صباح المبارك. الله يبارك فيك. تمرنا فيه. الله يحفظك عم أبو جمعان. نعم طبعا. أنت لك ديوان. نعم. ديوان شعر. إيه نعم. قديم هذا، كم سنة صار له؟ والله أبوك ما أدري كم له، يعني تشوفه تاريخه مرة من هذا من فرح من هذا. إيه من صار له إيه من 75 من 75. إيه 20 سنة 20 سنة. يعني صار له 20 سنة. نعم. نبيك طال عمرك تخير لنا قصيدة إن شاء الله تشوف أنها مناسبة وهذا إن شاء الله. ها ونبيها غزلية. يا ساعة مبارك. الله يبارك فيك. ولو أنه مو بوقت الغزل اليوم ما يخالف. ها ما إن شاء الله. من العنا عية عيوني تهملج يوم العرب هجاع ياقل نومي، من العشاء لين أول الفجر ينبج وتغيب في مقدم ضواها نجومي. نعم. أمس التعالي للضماير توهج وأصبحت أشرف في طويل الرجومي، وعول سما تعول من الهجن مخلج جودي قامت تحن وتعومي، شافت ولدها يوم يذبح ويهدج ومن دونها وقف غلام بشومي، وتقاطعوها كل منهم ضرب فج وخلوا لها جلده ونثرت دمومي، وقامت على تلا البلايل تدهج من حرمة تونس تطيح وتقومي، على عشير دون هالجال حجج وعيم قارب نشرهم لا يدوم، يعني نسمونها نطلع الحين الجال ترى كل الجال هذا الجال. أيه. على عشير دون هالجال حجج وعيم قارب نشرهم لا يدوم، يا شفت قلبان عليه انتهى الرج، مو هو بذاك اليوم عندي بيومي اللي لي قابل جبينه تبلج تبلج النشمي بوجه معزومي، صرت انك عازم لك رجال ومكرمهم وكلامك طيب. نعم. عشر وبشر بالحجج يتخرج الا ولا عاشر هدوس الرخومي، ولقط عمره في حياته تسمج مثل الاصيل اللي جموح عزومي، انسان عقبي زين الاطباع ما سجل نفس عن عشرات غيره تشومي. وسلامتكم. احسنت. وين؟ قلنا عن الغوص، تقول ما ادري تبي عن الغوص ما ادري قلت عنه. شنو؟ عن الزراعة. عن الزراعة. عن ايه؟ احنا بك تكلمنا طال عمرك عن الزراعة. احنا زواريعين في ام الايمان. ايه. سمعت ومبارك بن عبيد الميع داشنا الغوص مع حمد بن زوير. نعم. وجايين من الغوص والامير ما حصل ما كطرش شيء. ايه. ولا زبن ابن حزمي الميع ولد عمه. نعم. زارع هو وعياله من ظهرة المرزم وهم يكرفون هالشتال الطماط على يديهم. ايه. والاول انه مهضبن مبينتنا الحمره فيه. ايه. ابدا مثل الخلفه العاطفه. شنو الخلف العاطفه؟ الناقه اللي توها والد وما ايه. نديتها حليب. ايه. قال شلونكم يا مبارك على هالطرشه؟ نعم. قال والله ملحوقين في الماتله ما جبنا شيء. ايه. مديونين غير اللي اخذناه مطلوبين. ايه. هذا عنده 84 مشعاب ولد عمه. مشعب طماط. طماط. ايه. مهضب. ايه. قام الصبح. ايه. صوت الصبية شويم يبن مصيرات اجهر ما يشوف الليل رجال طويل. نعم. قال تعال يا شويم مدرشة مدرشة وسط الزر. ايه. قال اثنين واربعين المبارك واثنين واربعين الزبن. ايه. ولد عمه. شوف شلون النفعات قبل والعزم. اي صحيح. نعم. ثلاث اشهر وهو يكرفه وعطاه نصه. أيه. وقام من الصبحيه وقال قط منه ثلاثه قواطي وباعهم ب 18 ربيه. 18 ربيه مضرب منها الحين عن 600 دينار عن 600 صحيح. من هالنوع. نعم. اي نعم. اي هذا من الزراعه. نعم. نعم. قبل العربان لون مضعاف عزومهم قويه. صحيح. زين والبركه واجد. نعم. وللحين ان شاء الله البركه واجد. نعم. والطيبين واجد. نعم. لكن من ابوك العرب مهم مثلهم قبل. ايه. العرب هالحين مهم مثل فرقت من المناطق وفرقهم من النسب وفرق تفرق. ايه كل الله وكل قبله. نعم. ولكن بعضهم الله يكافينا ويتمشر شحي سنه ما يقوى وبعضهم لا والله مقتنع الله يرزقنا وياه كل عبد المسلم. ايه. الدنيا كلها مفروغ منها. ايه متاع غرور كلها. ايه صحيح
صحيح لو اي نعم. الحاصل نبي تكلمنا طال عمرك بعد عقب الزراعه اشتغلت؟ اشتغلت طال عمرك ما خلصت شغله ما اشتغلت. اشتغلت في البنيان؟ في البنيان اشتغلت. ايه؟ واشتغلت في الصخر، واشتغلت في الدوبه، واشتغلت في الغنم، واشتغلت في الماء، واشتغلت في السقا، كل شيء اشتغلت. البنيان تكلمنا عنه شوي؟ والله واجد وش اكلمك؟ البنيان لما واخذت وتالي اشتغلت اخذت دراسيل ومقاولات، انا اللي دافن الرصيف الشعيبي. ما اخذ مقاولات، حط لي مكتب عند عند مسجد الحمد اللي في المرقاب. نعم. اي نعم، جاء عندي ليجي 16 نساف يوميا وثلاث دلكترات. وانا ما اقرا ولا اكتب. ايه. ويصكون عليها هالسوريين العمال وهالسيارات وحاسبهم. ايه. يوم اخذت لين اربط راسي بغتر مبيضه من التعب. ايه. قال لي ولدي جمعان هاك الحين في الثانويه هم انت وياه. نعم. ايه. قال لي ايب جزء من هالشغله انت اتعبوك الناس هذول. ايه. اي والله تالي خليت اتولي وقمت ابيع واشتري في الاراضي ونحمد الله حصلنا خير فضيل بشكر الله. ايه. نحمد الله ونشكر. الحمد لله. اي نعم. كديت السيارات في البر؟ كديت السيارات ما خلت شيء، كديت البعير، كديت كل شيء، كديت الحمير، كل شيء، كل شيء سويت. كل شيء سويت. طال عمرك السيارات اشتغلنا فيه. نعم. اشتغلت معاون، واشتغلت سواق، اخذت موتر محمد بن حبيب. نعم. لوري. ايه. وتايراتها صغار راعيه حضري ما يعرف البر، وقال سافر فيه وحمله. وحملناه لقريات وهكا الحين تسبد هذه ما تعرفون انتم تسبد هذه ارميل اللي معي من العبدلية وجنوب يجهره رامو وكل ما بغيت اريحه على الثاني دق ولفه وزنيته واحد قلت نبي نصلب لك على الفرت هاللون تصليبت الدنيا على العابديني اخاف من تغريز تنبهي يهرجون جعلال ولي غير اجتهادي يعيني وفي يوم من الايام الاخوه اللي اكبر مني ولكم طولة العمر. طول العمر. وخذته رحمة الله. نعم. وقلت فيه واعطيني هاك الموتر جديد. نعم. قلت مصبح صافن ومسجي من والقلب مشطول. يفكر بنادم على راحة زمانه وتعذيبه. اقول يا وش يصير بوقتنا؟ وشلون وشلون؟ والوقت ما يعلم الا صاحب الرحمة بغيبه. جاني وانا غافل هافن مع الطاروق مشحون. توى على غاية التمرين والشحنة مصيبة الحمل جاير ومتوخر وفيها طنان ومنون عفش ولابز وقد ما طلعت عوجن تعيبه ودرولية فيه من في السياقة نعم. مير مجنون ومهاوشينه معازيبة ومسناده قصيبة تسيور على شمته للرمل وابعد ما دخلون درع في الرمل مدرعه وسنه ومع عزاز القاع واقبل لح طيبة وعشق ثلاثة هو مسرع وقال له على هون وعاند ودقه كمك واثنين يسخط في نحيبه وعقب عطاها صلي الواحد وقام له يهبون دريولي على سلعة عدوك يندعيبه وقامت تنوح المكينة لين قام اكسل وبنيون وخلاه في منطقة طلعات مكسور صليبه جاوب حنينه حنيني والعرب منهم بيدرون على الذي طال مطراشه وطول بالمغيبة عقفة تضعون المظنة لولا المشتاق مظنون سوات غرب قفاهر شاه واندفنت زليبه ومن لا توكل على الله خاسر بلعون بلعون واللي توكل على الله نعم مولاه وحسيبه حسيبه عم بجمعان نعم طال عمرك الكباره اي نعم اول كانت يعني برا السور اي لا داخل السور داخل السور ما من برا السور شيء قبل أيه. قبل الكويت كلها من دروس عبد الرزاق وشمال أيه. يم البحر أيه. هذا رابع سور الحين يسوى ثلاث اسوار في كلهم بطن الكويت اي لا قبل ما ورا الدرواز ما ورا الدرواز ما وراها الا دشه الحمراء والمجاص ما وراها شيء اي ومن يسكن الكباره كباره أيه؟ كلها الكويت يسكنون كباره من كبيره من صغيره اي كلها اولها وتلاها بيوت شعر وعشيش أيه؟ وكباره وعقب صارت قصور ما جت قصور الا من التدمين وجاء قبل أيه؟ كلها كباره وعرشوات وكلها أيه؟ وجدوف وحضور وكلها اي أيه قبل ما ما قلت فيها بيتين ثلاثه وش قلت؟ والله قلت ايه أقول عسى الله ما يفلسنا بشهر الموسم المذكور إيه؟ وهو شهر رمضان اللي تفضل فيها الأحساني إيه؟ يجي للمسلم المخلص اللي أطال أهلاله طور إيه؟ لجل في قدرة الخالق تنزل فيه قراني إيه؟ اليوم إنك عزمت المسلم الصايم على الميسور إيه؟ تجي الحسنة بعشرة مثالها في كل ميزاني ولا فردة تمرة نعم. ولا ما
ألا يا ليت بعض الناس يسمع من صديزه شوق. نعم. اليمنى عطاها الله يتم شروط الأركان يسابل في سبيل الخير في بر وبلد وبحور، علشان يجي من جملة الجهات ربحاني، ولكن العرب فيهم يجي بعض العرب مغرور. نعم. اللي قلت الطريز يمين قال يسار غلطاني. ايه؟ تفرزل له معاني يا صديزه لا يجيه قصور. نعم. سمع راعي الدليل السنع والعوجان عوجاني. ايه؟ عسى ربي يعز بلادنا واللي عليها سور. نعم. معازيب الضعيف اللي عجز والشوف مداني، اليمنى قصر شوفه رسيت الحال وابو بزور، يجي بيته من الثروه وكثر الخير ملياني. نعم. وكذلك يتشكى من محل خاطره مكسور، يجيه اليمحل عبوت للبيت بنياني، يجي عقب الكباره فيه ليوان وسطح ودور. ودور ايه. من بركة البلاد اللي تعز الجار. ايه؟ والعاني يراعون الفقير. نعم. الله يرعاهم بخط النور. نعم. جعل الله يجزى راعي الحسنى. ايه؟ بل احساني الا يويش عذرا نصيبها يظهر مع الحنجور. ايه؟ نماها مع جماها حدر قدره رافع الشاني. ولا تصبر عن الما ربع ساعه لو مطر ودور. ولي تمت عن الما ربع ساعه عمرها فاني. هذه بعض اسمه تذبح حلها. ايه ما تذبح برجه تذبح حلقه. الحل زي ايه. نعم. الا يا ويش عاد نصيبها يظهر مع الحنجور. ايه سمتها. ايه اللي قطيتها بالسيف بس ما ايه. ايه. الا يا ويش عاد نصيبها يظهر مع الحنجور. نماها مع جماها حدر قدره رافع الشان. نعم. ولا تصبر عن الما ربع ساعه لو مطر ودهور. ولي تمت عن الما ربع ساعه عمرها فاني وقلتها البحر. انا بنشد رجال العرف عن رجل يسير مديب، حياته كلها منصوف تنبق فاي وقباله، ولا يوم بهالدنيا عن الموعد يطوف التيم، ابه نفع وضر سايد هين متخاله. هذا البحر من الى ان تقوم الساعه. نعم. 6 ساعات رايح و6 ساعات جاي. نعم. هذا البحر. نعم. وهو فيه دنات وفيه قناه. نعم. وفيه. نعم. فقر وفيه طبع. صحيح. فهذا قلت هل هلو. ايه. وقلت عن اللسان. ايه. ويش رجل بين 30 عذرا. ايه. وثنتين زود مفوض بالتكلامي. ايه. ان قلت يسمن العذارة ذكورتن ما في خلف واسمهن ما بهوام، يعني قلت ضرس. ايه. ضروس رججي عدل. وان قلت ثنية وضويحت ورحة صار انا ناهي. ايه. ان قلت يسمن العذارة ذكورتن. ايه. ما في خلف واسمهن ما بهوام تتليه العالم. ايه. وتمشي بسيرته ولولا خلق الله قدم مثل الاصنامي. ايه. للسان حطبت. نعم. نواز. نعم. ايه. فهذا طال عمرك. ايه. عن اللسان. ايه. وهذاك قلت لك عن البحر. ايه. وهذاك قلت لك عن السمته. نعم. الحين طال عمرك ابو جمعان نبي عن عريب دار. ايه. نسمع عن عريب دار، من هم عريب دار؟ انت صاج؟ اي والله صاج. عريب دار اهل الكويت. ايه. ما حد عرق جاي. ايه. وما حد الدبدبه جاي، وما حد سفوان جاي، هذا العريب دار. ما اقول قبيله من قبيله كلهم. يقولون العريب دار اللي هم ورا السور. لا هذا حكي عاد، هذا حكي عريب دار. لا كلهم اهل الكويت. ايه. اهل الداخل واهل البر، هذول اهل الكويت، لكن هذول يعني بدو، وهذول حضر. اي بس ولا. ايه. عريب دار قلت لك انا. ايه. من عرق لسفوان. ايه. للدبدبه للبحر، هذا العريب دار. نعم. عم ابو جمعان. نعم طال عمرك. نبيك تكلمنا عن دروازة البريعصي. نعم طال عمرك. لانها يعني ممر هذا كل الدراويز يجون يجون كل الدراويز ممر. ايه؟ هي ودروازة الجهارة ودروازة رجعان وهذه. ايه؟ فيها ابن حجي عبد الله. ايه؟ دروازة البريعصي هذه. اي هذول كلهم هو المقصبة اللي من هناك. لا ابي اللي جو من القصور. اللي من القصور طال عمرك. البريعصي. ايه؟ الله يسلمك، انا نشدني ولد في الجهارة. نعم. جاني في عرس وقال لي يا عم ابو جمعان انت من شبان اهل الكويت، وانا جدي قال رجال عبد الله الجابر فلان. قلت نعم اعرفه. نعم. قال وهذه دروازة البريعصي وهو يمكن خدم فيها. قلت يا ابوك انخدم خادم الوطن ابوك. نعم. زين والدروازه من ارض الكويت، والكويت دوله وشعب وحكومه معروفه. صحيح. وخير ان شاء الله صارت لجدك ولا لهذا، ولكن يا ابوك دروازة البريعصي فيها وثيقه شرعيه قبل تبنى. ايه. قلت له هلو فيها وثيقه يا ابوك شرعيه. يعني الارض. الأرض قبل تبنى. ايه. السور. اي نعم. قبل السور فيها وثيقة شرعية. نعم. سمعت من جادة خسارة للبحر لدروس عبد الرزاق دنيا. ايه. وعقب من أعطاها لها منها جزي وراحت. نعم. يطالب فيها عواد بن سحيب الدفنة عجوز ماتت من المساحمة. ما لكن والبريعصي طول عمرك بن سويدان. ايه. هدي هو رجل الدفنة ولا يجي معه هيبة ويحفر منها الخروضة. ايه. من عند
من عنده بدواره ومن عنده اله ايه؟ ويحفر يسمونه كوت البريعصي وخر البريعصي ايه؟ وكل ما قام الصبح رايحين ولا جايين ولا هم تواجدهم قطرة رازلة على نفيله ايه؟ وهو من سويدان نعم اللي طبع المحمل وشكم عليها أبو سارة من سويدان ايه؟ معروف ايه؟ وسموها بريعصي كل يوم ايه؟ على نفيلته نملط متواجدهم قطرة ايه؟ سموها بريعصي ايه؟ ولا هو واحد من الجوارية ايه؟ معروف وخلق الله هل يملك في داخل ولا يملك في أيه؟ كلهم دولة وكلهم شعب وكلهم جماعة وكلهم انت عم بجمعان جبت طاري الكوت اي الكوت شنو هو الكوت الكوت طول عمرك يحطون النثيلة عليه علشان السيل اللي جاء سدود يحفظن الماء وفيه قلبة يجيبون منها الماء مثل سد سالم مثل السدود أيه؟ هذول مثل سد النقرة مثل سد أيه؟ مثل السدود سد النقرة هو سد سالم سد سالم صحيح اي نعم مثل السدود اللي نعم. مع السيف كل بوهن كل شيء مسدود مثل سد المسيلة مثل السدود هذا أيه. سدون وتتلها الماء وتصير غبار حلوة أيه. هذه يسمونها سدود تنفعهم وياها الكويت قبل نعم. من المطار عمرك مثل سد كيفان السد اللي فيه كيفان أيه. السدود هذا كله أيه. سمعت يعني الكوت هو بنيان من طين يأخذون نثيلة الغبار ويحطون عليه اللون أيه. ويصير في الداخلية قلبه يحفظ الماء يحفظ الماء ويرون منه وتصير الغبار حلوة أيه. على المطار على المطار أيه. على المطار هذه نعم. كوته كوت واجد كوت واجد كوته نعم. معروفات نعم. خرب بن دام وخرب بن حميدة وخرب بن ريعصي وخرب فلان وخرب بن حلالة واجدنا الخر شنو الخر؟ الخر هالكوت هذا يسمونه ايه؟ يوم انه حطوا له خرارة يلا ايه؟ يدخل عليه يسمونه ايه؟ خر يروي منه يروي من الناس ايه؟ الشامية فيها كوته عدل وهم كلهم كوته هذا أظن يصير وبينهم بينهم هالظهرة ايه؟ اللي حطوا من المطار الأول في حجريها الدشة ايه؟ اللي تزبليها الحصحص هالظهرة هذه يسمونها المجاس ايه هل الجنوبي درواز ترجع انا بلى درواز ترجع نعم كان فيها طحيح مرزوق الله يرحمه 43 سنه هو في القمرق ايه ما لقم عليها غلطه الا ثلاث ربيات بس الله غلطه ثلاث ربيات ايه 43 سنه هو في القمرق ايه لقم عليه مره ثلاث غلطه لقم ثلاث ربيات غلطه بس ايه قبل كان قبل هالكويت حبيبه نعم. يعرفه قبل يا غابه درع الدكان في قدوه ايه يعرفون من كل الحين انت تلقاك كويتي في الدكان ما تلقى ما عاد تلقى الحاصل عم ابو جمعان نعم هو الخر انا مهم نعم. يعني في ناس وايد يسالون عن الخر ايه؟ هو على اساس حتى ايه الخر هو الكوت ويصير يصير نازل عمرك بعضه يحطوا له فتحه ايه؟ حذر عشان السيل يدخل على القربان ايه ويمتلي ماء يتلي ماء وتبقى القربان قدير الا الصفري من الصيف للصيف وينزل الماء في القربان ايه والحمار كرم سامع ينزلون يجون ياخذون ماء ويصعد الحمار نعم. هذا يصعد مو بحمار حريم يشيرون منه بعد ايه ولا قرب ايه ولا حمار عند البرشه وعند ايه الخشب عند الابلاء ايه هناك عند المرات الحاصل ايه نعم. ابو جمعان نبي سنه الجدري سنة الجديري ضربنا الجديري طول عمرك ورمينا عبد الله شوي ايه وذبح منا خمسة عيال وبنتين ما من طبيب ولا من شيء ايه ذبح ما انا مقدور هذاك الزمان ايه اي والله ما موتوا ما العيال هو جاء مرتين سنة 41 وسنة والله هذه السنة اللي نخبرها هذه 31 و42 هذه اللي قبل هدامها بسنتين ايه قبل هدامها بسنتين ايه اللي هو سنة 31 ايه نعم قبل هدامها بسنتين الله نعم. الله هذا الجديري اللي نخابر نعم اي وقبله سنة ما هو سنتين في جديري لكن مو بهذا جدرينا في الكويت هذا نعم بن خصيوي حاط له عشه يوم هدامه عشه ايه؟ عشه بواري في حوش ايه يقول عشتي ذخرت في وقت الامطار ايه يوم كل ذاخر له ذخيره ايه لولا جناب تنرت من عرض من النار والله ما قعد اعرف في كسيره ايه اهل بيوت اهل بيوت الطين ما يدانون الامطار وصار ايه ينيرون في اللي بالطين الطين بط 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 ايه المواجد حط له عشاشه وقع على عشاشه لو تنهدم عليه ما تذبحه ايه يقول عشتي ذخرت في وقت الامطار يوم كل داخل الا ذخيره نعم اخو عفره راح له مع ربعه يحدقون ايه؟ اخو عفره مجنون اجت الجنيت صادوا لهم الصبيطي هذا طول ايه؟ قال الحمد لله الصبيطي والله يا الصبيطي انه بيجيب ربي في ست انام تبي اليوم بعين جينا خير فضيل على ربع ربي ايه؟ هم ثلاثه نعم وهو يقف هذه جايته جنيته ايه؟ الصبيطي مغلوغه يقول له ايه؟ اشوف اي بالله وهو يقول له بحر ليه الصبيطي راح يزرق ابكبك قال عدهم من سامي ايه قال ما صدر غير شيء ايه سهمنا وسهمك كله راح ايه سهمنا وسهمك اخو عفره الله يرحمه ايه عم ابو جمعان نعم طال عمرك المغفور له الشيخ صباح السالم الله يمتع الجنه يسلم الله اللي باقي ان شاء الله ايه الحاكم رقم 12 نعم لك سالفه وياه الله يسلمك جينا الصبح نعم
ويوم جينا الصبح في القصر العسيف. اي. وليه هو الله يرحمه. نعم. ويوسف الغانم الله يرحمه، ومحمد غبازرد الله يرحمه. نعم. أمة المسلمين، ومحمد الوزان هالموجود. نعم. وعبد الرحمن الزامل والعبدلي. ايه. وانا ستة حنا او سبعة، ستة. ايه. انا وراهم كلهم، هذول تجار وشيوخ ما قد يبحث فيني قبل. ايه. الحين احنا اللي جينا عند الشيوخ نسير الصبح. ايه. مثل المحنطين ما حد يتحدث الا انه يمشي. ايه. الله يسلمك ويهديك بيحة جعلها لجنة. ايه. اخذ شوي وسات. ايه. قام ولع سيجارته. قال سالم؟ قلت نعم. ايه. قالت موفق وفقك الله جعلها الجنة. الله. سكت. ايه. قالت موفق بقصيدك وفقك الله واسكت. ايه. قال انا اشهد انك وطني يا سالم. قلت من لطفك يا طويل العمر. ايه. قال ايش تقول يا سالم يوم تقول يا شف داري عقب الاسفار حنيت مكتوب في الديوان. نعم. قلت حنين خلفات صغار النماها دار ملتبها وفيها تربيت واهلي حد الرمل الثرى من ثراها. نعم. لو كان في بلدان الاجواد سجيت ما جاء على بالي بلاد سواها، يا شفت داري عقب الاسفار، وقعت الطاير وشفت الكويت عقب الاسفار. ايه. شفت داري عقب الاسفار حنيت. ايه. حنين خلفات صغار النماها. صحيح. قال الله يبيحه. ايه. يا سالم الوطن يا سالم يا سالم هالشعرات كذبه يقول. ايه. يقول ان الشيوخ يذبحون يصلخون. ايه. والله لا جانا كون. ايه. ولا ندري ان نشرد من الحباري. نعم. ولا ندري ان نشجع من اهلنا. وهذول يقولون اننا نذبح ونصرخ. زين يقول الشيوخ يعطوني فلوس، والله لا نعطي فلوس ولا شيء، غير يجي الخون، وانت يا سالم ما تجيب هالشيء هذا، تجيب الكبر والزليب والحضره والسيف و... وتذكرنا الامور والله يا سالم اني في مصر وعندي واحد في شارع فؤاد يوريني النيل ويوريني شارع فؤاد وان قلبي يهرج في سيف المسيله. الله يقول هو هاك الحين ما من كهرباء. نعم. انت خابر يقول الله يرحمه. يوم السراج اللي في سوق الخبابيس. ايه. قلت يب له خابر يبيح منهون. ايه. ويب له خابر وخابر النواطير على السطوح صاحي. ايه. يب له والله خابر طول عمر. ايه. قالوا وش تقول يا سالم من يوم سيف الكوت خالي شعيبه. واهله هله محلبه كل حلال قلت حتى بحرها طاردا في غبيبه من خور عبد الله اللي اضت هيال عاش مع صانه محدود الدار طيب وغصيبه يا رحمه المولى على ذي الاجيال. صحيح. قلت له حلو ان الله يبيعه وجاء نوبتن ولين حنا ست رمضان عزمنا الله يرحمه معنا البصير هذا عبد الرزاق الله يذكره ما ادري مات وحي ومعنا حياه مرشد البذال يبيع منه ومنه ومعنا الشعر الواجد واجد. نعم. قاموا يجيبون قصيد وقدمون اوراق حياه حوشان الله يرحمه قدمون قصيد الاخير قال لي انت وش عندك؟ ايه. أنا والله ما دريت إني بسوون قصيد. ايه. عازم على فطور ما دريت. ايه. في طول عمر أنا والله ما دريت. لكن سويت له أربعة أبيات. قال هات. ايه. ترى صدق قل طنغاك وقال لهم قصيده وقصيدتين منهم شعرا طيبين والله لا يبلعنا نسم عفو الله. اللي رفعت سيفك نارة الخير قال هذاك اللي أشرقت يمسك مو برب العالمين هذه والله. نعم. المهم قال وش عندك؟ قلت يا مرحبا يا هو تو عبد الله السالم ميت مثل العام. إيه؟ قلت يا مرحبا يا اللي على الشعب مبروك. نعم. واخوك قبلك مثل حكمك وشرواك يوم اطلت اخوك بس الله يرحمه حط قطرة. إيه؟ على عيون من زين حكمك للبلاد استحبوك حبك شمع في قلوب ذولا وذولاك يا من غذم من ديرتك كل مضكوك يا ملولي مدك من الخير واغناك ما من بلد منكوبتن ما ترجوك وتبهج ضمير اللي طروشه ترجاك عساك تاجد قدمك الباب مثل هالحين مفكوك يا طحت في رحمة وليك ومولاك في ساعة ما ينفع ابنك ولا أخوك يكود ما تامر وتفعل بدنياك ويكل مالك بمر مولاه مملوك الملك ملك الله على كل ملاك. صحيح. والله يا بطلال ما عاد خلى واحد يجيب كلمة. شوف هم يقولون أنت تذبح وتصرخ. أي. وأنا أقول الملك لله. صحيح. إنه ما عاد قال بس بعد حد يجيب شيء. نعم. جعله للجنة. نعم. الله يبيح منه. العموم عم بجمعان احنا يعني كلفنا عليك ابدا والله انا مرتاح وما قصرت الله يحييكم وهذا تراث وطننا ونبوك و... نعم. والعلوم الطيبه صحيح هي دينمو المجالس معلوم والبخيت الله يعينه على نفسه ويهدأ صحيح العموم ولا باقنا الا العلم الطيب و... نعم نتمنى لك ان شاء الله الصحه والعافيه جزاك الله خير والعمر الطويل الله يخليك وما قصرت الله يحفظك واعزائي المشاهدين كانت حلقه اليوم مع العم سالم بن تويم بن جمعان
الدواي، وحلقة اليوم خلصت، وإن شاء الله في الحلقة الجاية مع ضيف جديد وموضوع جديد، وفي أمان الله. Thank you.